احلى مسا على الناس الكويسه، يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ويلا بينا ننزل لعبه سولو ليفلنج الرايس بطريقه مجانيه جدا على البي سي. ها هي ممكن تنزل على اندرويد طبعا والايفون، بس احنا هننزلها على البي سي عشان نلعبها بطريقه سهله جدا ومجانيه جدا. اول حاجه هتروح على جوجل بالمنظر ده، وهننزل طبعا في بي ان. اول حاجه لازم تنزل في بي ان عشان هي نزلت على في كندا، ما نزلتش في الوطن العربي. ده الفي بي ان الوحيد اللي مجانا اللي بيديك 10 جيجا تقدر تنزل بيهم الالعاب وكده، يعني اسمه ويند سكرايب. هندوس عليه كده ونختار داونلود بالمنظر ده. دي الواجهه بتاعته، وهتدوس على داونلود ده هيحمل على طول، يعني مش هياخد معاك وقت اهو، يعني مش هينزل على طول، وهيفتح معاك بالمنظر ده اهو. دي الواجهه بتاعته، الواجهه بتاعته هتكون كده. تعال اهو خلاص. عايزك بس لما تيجي تحمله هتعمل خطوتين فيه. اول حاجه هتختار اسمها ستيلز، هتختار عليها وتدوس عليها اهي عشان يفتح معانا. وبعد كده هتختار اللوكيشن كندا، فين فين كندا، اللوكيشن كندا اهي كندا اهي. خلاص هتدوس عليها، وبعد ما تدوس عليها هتختار فانكوفر، هي دي هتدوس عليها بالمنظر ده فانكوفر. وبعد كده هتبتدي تشتغل معاك. هنا هيديك 10 جيجا، يعني هيديك 10 جيجا تنزل بيهم اللعبه. اللعبه حوالي 2 3 جيجا. خلاص انت كده شغلت الفي بي ان على كندا. طيب نروح بقى الموقع نت ماربل اللي هو الشركه اللي عامله اللعبه دي والانمي دي، ونبتدي ننزل عليها. هنروح على جوجل ونكتب سولو ليفلنج الرايس نيد ماربل بالمنظر ده، هيجيب لنا ايه الموقع اهو بتاع نيد ماربل. هندوس عليه، بس هندوس على سيت اب بي سي على طول انستيل، يعني اهو بيقول لنا لو عايز تحمل على اللابتوب او الكمبيوتر على طول بالمنظر ده. خلاص هتدوس هنا اهو نسخه الكمبيوتر اهي، طبعا بيبص في على جوجل بلاي موجوده، وعلى اب ستور موجوده برضه. احنا بقى هنحملها، هندوس هنا، وبعد ما تنزل عادي جدا هتنزل معاك في نيو فولدر. خلاص هتلاقي بقى على شكل كتاكيت بالمنظر ده كده، مش عارف ايه ده، بس هي يعني الشركه بتنزل كده، وهتبتدي تدوس عليها وهتسطبها عادي جدا اكنك بتنزل بتسطب اي تطبيق وعلى اي جهاز. دلوقتي انا اهو بسطبها على واحطه في نيو فولدر عندي، مش بحط الحاجه على السي، بحطها كده حاجه مع نفسها. خلاص واشوف بقى احطها فين، بحب كده احشيك كل الالعاب كده في نيو فولدر بره السي، يعني السي بيتملي بسرعه. المهم يعني انا عملت نيو فولدر اسمه محمد واحطه فيه اوكي، وانستيل هبتدي تحمل معايا. خلاص نزلت اهي نيت ماربل لانشر. خلاص وبعد ما ادوس عليها هيفتح معايا، هيفتح معانا، مش هيفتح معانا اللعبه على طول، يعني هيفتح معانا الموقع بتاع نيت ماربل اللي احنا هننزل منه اللعبه بتاعت ايه سولو ليفلنج. وطبعا في العاب كتير كده قدامك على الشمال تقدر تحمل منها برضو، فاحنا هندوس على بي سي هيبتدي يحمل اهو. انستيلينج زيرو شغال، اتاكد الفي بي ان بس شغال زي الفل اهو. بص انا عندي 9 جيجا شغالين زي الفل، اتاكد برضو اللي هي فانكوفر تمام اهو. حمل اهو 27 28 29. فالموضوع مش هياخد معاك وقت، يعني بس اللعبه تستاهل. يعني انا طبعا كل ده انا حملته اصلا، انا بس بفرجكم يعني. انا وصلت الليفل 5 ولسه هلعبها بقى اكمل معاكم برضو ليفل 5، بس اللعبه تستحق يعني. كده وصلنا ل 100%، و اخر حاجه يقول لي بلاي. بس اللعبه جامده جدا يا جدعان، يعني اللعبه حماسيه جدا و شغاله او لانش. يلا بقى دوس بلاي شغال، يلا اهي
اشتغلت معانا. طبعا معاك يحصل معاك كذا ابديت عشان تكون انت عارف اللعبه دي فيها ابديت كتير جدا. الخطوه دي بقى مهمه، اللي انت هتعمل ساين ويز جوجل بالجيميل بتاعك، وبعد كده تقفل الفي بي ان، اقفله خلاص. يعني الفي بي ان ملوش لازمه في بعد المرحله دي، يعني الفي بي ان لازمته بس اللي انت تنزل اللعبه، بعد ما تنزلها خلاص وقف الفي بي ان وما تشغلوش تاني، خلاص شكرا. خلاص اهلا بيكم في سولو ليفلنج يا جدعان الرايز. او جين اضعف صياد في العالم. هتبتدي بقى اتحمل بالمنظر ده معاكم اهي 100%. و بتعملها بقى دلوقتي، بتعملها ابديت، يعني هي اللعبه نزلت خلاص بس بتعملها ابديت. عيشوا بقى مع عيشوا اللحظه معايا، يعني انا ممكن اجري الكلام ده بس لا عيشوا اللحظه يعني. ف هي كده خلاص، انتوا تقدروا تلعبوها وهتنزل معاكم جدا. الموضوع سهل بسيط، ما خدش معايا وقت يعني، بس بقى ايه، تعالى بقى نلعبها مع بعض كده ونشوف الليفل ايه، نشغلها مع بعض ونشوف الليفل اللي جاي. طيب طبعا انا كنت محمل اللعبه قبل كده، واول لما فتحت معايا فتحت معايا من اول ليفل 4، المفروض اخش ليفل دلوقتي 5 بقى واخلصه. حبيت اشاركه كده على طول. طبعا انت هتبتدي من اول ليفل 1، بس انا بقى ايه بخش على طول يعني اشارككم كده الدنيا فيها ايه. اوه طبعا هو بيخش بيوجهني بيقول لي لازم تقتلهم دول عندك هنا. ماشي طبعا انا عارف بقى، اخش اضرب على طول. طبعا انت بقى بتضرب بالماوس عشان تكون انت عارف الدنيا بتمشي ازاي، بتتحكم بال الدبليو والاي والدي شفتهما، والماوس بتضرب منه. ولو عايز تتحكم كل حاجه من الكيبورد مش الماوس، بيقول لك مثلا حرف الكيو اللي انت هتضرب بيه وحرف الاي. تعالى 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 تعالى. طبعا انا لازم اتفادى طبعا الضربات دي كلها. انا هاجي من ظهره. موت 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 موت. زي الفل. طبعا هو بيوجهني ان انا اروح فين واجي منين يعني. بلو ده الوحش الكبير بقى يا جدعان، البيج بوس فريك. ايه ده موته ازاي ده؟ ده صعب جدا. ماشي كونفيرم. او ماي جاد. لازم طبعا يقول لي، بص بيوجهني بيقول لي حرص الايه، لازم اتفادى الضربات دي يا جدعان بسرعه 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 بسرعه. خد الضربات بسرعه، خد الضربات بسرعه. ايوه كده خد الضربات بسرعه. ده قوي جدا يا جماعه، قوي جدا. مش هحاول اموت برضه. خد الضربات بسرعه، خد الضربات بسرعه. بص جابني، لازم اكون بره الدائره الحمراء دي. بسرعه بسرعه بسرعه. ابعد عنه، ابعد عنه، وهديله حته في الايد. ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه بسرعه ابعد عنه. ايه انت مش هتموت ولا ايه؟ انت لسه بدري عليك قوي. اوه انا رايح في وقت هو بيضرب فيه. ابعد عنه، لازم اضربه من ظهره. اضربه بسرعه، ابعد عنه ابعد عنه. يلا يا زين موته. اديك حتى ار. في طبعا اساليب كتير للضرب، بس الظاهر في حاجه محوقه معايا يعني، شكله كده غشيم قوي. هموت.
هموت. ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه بسرعة. جابني سريع قوي الوحش ده. يا خبر ابيض سريع. هموتك يعني هموتك. متخيلين يا جماعة قوي قوي ما بيموتش مش بيموت. دوس حرف الار. ماشي خلاص البار بتاعي ما هيش عندي. ابعد عنه ابعد عنه. ماشي ماشي. حماية حماية اديله. ابعد عنه دلوقتي. خدت باور. تعالى اديك ظهره. لازم اتنين. ايوه هو كده. دوست العصر ار. بص الاسلوب ده قوي قوي في الضرب. ابعد عنه دلوقتي. ابعد عنه. اخد منه مساحه وهدوس حرف الاف. استنى عصبني شويه بس استنى. لا 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 ابعد عن الدايره الحمراء. كويس ان انا ابعد عن الدايره الحمراء. اهو ابعد عن الدايره الحمراء بسرعه عشان ما يجيبنيش. ابعد عن الدايره الحمراء وبعد كده اجيله من ايه. ايوه ايوه كده. لازم تغير من اسلوبك ولازم تضربه من الظهر. ابعد عنه بسرعه بقى. ايوه عشان اخرج من الدايره الحمراء دي عشان ما يسيبنيش. طبعا هو جين طبعا ايه يبقى سريع. ايوه كده. انا دلوقتي مديله ضهري. اضرب من الضهر بسرعه بسرعه. ابعد على الدايره الحمراء ابعد على الدايره الحمراء. هموتك. ابعد على الدايره الحمراء بسرعة 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 بسرعة. أصابني ما لحقتش أجري. لازم أنا أديله ضربة كده تفوقه. ها أديله في راسه. موت موت. صعب قوي صعب قوي يعني بجد والله صعب موت. مش عارف ايه يا ابني انت عنيد ليه. شوف بقى الدايرة دي ده يعني هيموتني يعني مش عارف في ايه. ابعد بعيد ابعد بعيد ابعد بعيد يا جيه. ابعد عن الدائرة الحمراء وبعدين اجي من وراه. سؤالك السرعة. أسرع أسرع زين أسرع زين أسرع زين. ما بيموتش خالص. صعب أوي. موت بقى. الباور بتاعك ما بيخلصش ليه؟ موت. ها
موت بقى، اديله يا زين. شايفين يا جدعان الجرافيك تعالي موت. قالوا في دماغه، في دماغه. عاش عاش، اخيرا اخيرا. عاش يا زين والله. يلا هنا ليفل 5. يلا اشوفك الفيديو الجاي ونقفل ليفل جديد. يلا سلام.